أوقفت الفرقة الجنائية بالمسرح الولاية الشرطة القضائية مجموعة أشرار مختصة في ارتكاب مختلف الجنايات والجرائم. العملية اللي جاءت على إثر استغلال معلومات أن وجود مجموعة أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع لغرض الإعداد لارتكاب مختلف الجرائم والجنايات. إن أسفرت العملية أن توقيف 12 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و 40 سنة، بالإضافة إلى ضبط بحوزتهم على أسلحة مختلفة متمثلة في خناجر وسيوف وسكاكين وأسلحة بيضاء أخرى. هذه المجموعة أشرار التي كانت تستغل الحجر الصحي والأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد لارتكاب مختلف الجرائم والجنايات. إن بعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية بشلف.